دلوقتي تعالوا نشوف تاريخ شركة رينو. شركة رينو الفرنسية تأسست سنة 1899 على إيد الأخوة الثلاثة لويس ومارسيل وفرناندو رينو. لويس رينو كان مهندس سيارات بارع جداً، وشارك في تصميم وتصنيع عدد كبير من العربيات التجريبية قبل ما يقرر تأسيس شركة عربيات مع أخواته اللي كان عندهم خبرة كبيرة في الإدارة من خلال عملهم مع والدهم في شركة لصناعة الأقمشة. لويس تولى التصميم والتصنيع، ومارسيل وفرناند تولوا مهمة إدارة الشركة. أول عربية أنتجتها الشركة كانت 1CV، واللي اتباعت لصديق والد الأخوة الثلاثة في نهاية 1898. وفي سنة 1903 بدأت الشركة تصنع مواترها بنفسها بالكامل علشان تدخل مرحلة البيع بكميات كبيرة سنة 1905 من خلال صفقة عربيات تاكسي من طراز AG1، وهي العربيات اللي تم استخدامها بعدها بفترة في الحرب العالمية الأولى لنقل قوات الجيش الفرنسي. ومع مرور سنة 1907 كانت رينو بتنتج نسبة كبيرة جدا من التاكسيات الموجودة في باريس ولندن، وقدرت كمان رينو انها تكون اكتر الماركات الاجنبية مبيعا في نيويورك سنة 1907 و1908 عشان تبقى اكبر صانع للسيارات في فرنسا. خلال نفس الفترة الاخوة رينو قرروا ان هم يدخلوا المجال رياضة السيارات بعربيات رينو، واللي سقوها بنفسهم عشان يروجوا لعربياتهم. لكن للأسف مارسيل مات في حادثة خلال سباق مدريد باريس سنة 1903، ورفض لويس انه يشارك في السباقات مره تانية بعد وفاه اخوه. لكن على الرغم من كده فضلت رينو متواجده وبقوه في عالم سباقات السيارات، وقدرت تحقق اول فوز في سباقات الجائزه الكبرى سنه 1906. ومع تقاعد فرناند سنه 1906 لاسباب صحيه ووفاته سنه 1909، لويس بقى المالك والمدير الوحيد للشركه، وغير اسمها من سوسايتي رينو فرير لسوسايتي ديز اوتوموبيل رينو. رينو حصلت على سمعة مرموقة جداً في مجال الابتكار والفخامة اللي ميزت عربياتها، لدرجة إن أصغر عربية من إنتاجها كان تمنها في الوقت ده 3000 فرنك، وهي قيمة كانت بتوازي مرتب موظف متوسط في 10 سنين. لكن في 1905 الشركة قدرت تدخل تقنيات جديدة لتسهيل التصنيع بكميات كبيرة، بالإضافة لتبني طريقة الإدارة المبنية على أسس علمية عشان تكون من أوائل الشركات الفرنسية اللي تبنت المفهوم ده في الإدارة. خلال الحرب العالمية الأولى الشركة تفرعت لتصنيع الأسلحة والذخيرة ومواتير الطائرات الحربية عشان تخدم الجيش الفرنسي، وحصل لويس رينو على وسام الشرف لمساهمته الناجحة في الحرب. وبعد الحرب الشركة دخلت لمجال تصنيع الأوتوبيسات والعربيات التجارية المخصصة لنقل البضائع للمرة الأولى في تاريخها، وبدأت في تصدير المواتير لمجموعة من مصنعي السيارات لأمريكا. خلال الفترة من 1919 ل 1938 لويس رينو بدأ يوسع نشاط الشركة لإنتاج الماكينات الزراعية والصناعية، بالإضافة للاستمرار في تصنيع مواتير الطائرات والمعدات العسكرية. وفي الثلاثينات قدرت تاخد حصة من أسهم إير فرانس، وشاركت في تأسيس شركة البريد الجوي إير بلو